من بعد 6 سنين اللي خلاني نرجع هو المشاركه ديالي مع كريمه غيث في التليفيلم راجل المراه اخراج يوسف داني، كنوجه ليه التحيه. من تما جاتني الفكره، قلت ممكن نرجع للغنى، ولكن جاتني الفكره ديال ندير القناه ديالي في اليوتيوب ونحط فيها الاعمال ديالي سواء كانت في الغناء ولا في التمثيل. يعني من هنا بدات الفكره، بحال مع هذيك الاغنيه ديال الجينيريك بحال تنشبت، هي اللي كانت سبب الرجوع. تشوفوا شي فيديو كليب هنا وين؟ ممكن انا في الاصل هاشم، عندي الاخ هاشم، هاشم ممثل وكيغني في نفس الوقت وكيضرب الهجوج، عنده معاه هو قناوي. يعني الا كانت الفكره تقدر تكون معاه في شي كليب اغنيه كنغني انا وياه ان شاء الله. ممكن ما غنواعدش حيت ما شادش، ولكن ان شاء الله كنواعدهم مع الوقت، ماشي في هذه اللحظه، يعني مع الوقت تقدر تكون شي اغنيه بالستيل قناوي مع هاشم.